يقام مساء الاثنين حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لتوزيع جوائز ذا بيست لعام 2021، والذي يبث من مقر الفيفا في مدينة زيورخ السويسرية عن طريق الاتصال المرئي بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا. وأعلن فيفا قوائم المرشحين الثلاثة في كل فئة، وهي أفضل لاعب، أفضل لاعبة، أفضل حارس مرمى، أفضل حارسة مرمى، أفضل مدرب سيدات، وأفضل مدرب رجال، أفضل مشجع، وجائزة بوشكاش لأفضل هدف، وجائزة اللاعب النظيف. وينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم كل من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني، بينما ينافس على جائزة أفضل لاعبة كل من الإسبانيتين جينيفر هيرموسو وأليكسا بوتياس لاعبة برشلونة الأسباني، والإسترالية سام كير لاعبة تشيلسي الإنجليزي. وفي جائزة أفضل حارس مرمى ينافس ثلاثة على الجائزة، هم الإيطالي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، والسنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي الإنجليزي. أما أفضل حارسة فينافس عليها كل من آن كاترين بيرجر حارسة تشيلسي الإنجليزي، وتشيلية كريستيان إندلر حارسة أولمبيك ليون الفرنسي، والكندية ستيفاني لابي حارسة باريس سان جيرمان الفرنسي. وعلى جائزة أفضل مدرب ينافس كل من الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، والألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي. بينما في جائزة أفضل مدرب سيدات ينافس كل من الإسباني لويس كورتيس مدرب برشلونة الإسباني، والإنجليزية إيما هايز مدربة تشيلسي، والهولندية سارينا ويجمان مدربة منتخب هولندا. وأخيرا في جائزة بوشكاش لأفضل هدف ينافس كل من هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام الإنجليزي في مرمى أرسنال بالدوري الإنجليزي عام 2021، وهدف التشيكي باتريك تشيك في مباراة منتخبي تشيك واسكتلندا ببطولة يورو 2020، وهدف الإيراني مهدي تريمي لاعب بورتو البرتغالي في مرمى تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا عام 2021.